إن شاء مريم الله. باشمهندسة بقى، انت شايفه ايه بقى في النادي الاهلي يا باشمهندسة مريم؟ يعني مختلف عن اي مكان روحتي تاني. هي زي ما علي ما قالت، هو بجد اكتر حاجه واضحه قوي حوار السيستم ده، يعني ده ما شفتوش بصراحه في اي نادي تاني. في نظام، في نظام وكل واحد عارف هو مسؤول عن ايه وبيعمل ايه، ومفيش حد بيتجاوز يعني حدوده مع التاني، وبرده تحس ان احنا كل نادي فاميلي، يعني بجد ناس كتير قوي نبقى مش صحيح. عارفينها تلاقيهم جايين السلام عليكم. يشجعونا ومتابعين اخبارنا، وانتوا جبتوا مين وعملتوا ايه، كل الناس عارفه كل حاجه عن بعض، وتحس اكن النادي كله ماشي في طريق واحد ايا يعني كان بقى اللعبه. طب ده بيخليك تركز في شغلك، يعني انت كلاعب بيخليك تركز في شغلك اه بس، طبعا ما تخلوش في اي حاجه، ما دخلكش في اي اه امور اخرى. يعني بجد مفيش بقى التفكير بقى في المواعيد والفلوس وهتنزل امتى وايه اللي الكلام ده بيحصل، كله مفيش خالص اي خالص حاجه مفيش خالص، الكلام ده بنروح طبعا التمرين طبعا. نتمرن وبس، وعارفين ان كل واحد بقى شايف شغله في البارتس التانية دي، مش اه في محتاجه ان انا المجال اصلا بتاعه. اسال عنها او اتابع او اي طب حاجه انت خالص. لما كنت بره النادي الاهلي كان ليكي تصور معين، مش عيب على فكره نتكلم الكلام ده، على فكره لو في حاجه فيها انتقاد عادي جدا مش عشان قناه النادي الاهلي، ولكن انت بره كنت شايف النادي الاهلي بشكل اكيد، لما دخلت لقيتي الصوره دي ولا لقيتي تفاصيل ما كنتش شايفاها؟ يعني انا كنت دايما اسمع زي ما قلت حضرتك على حوار الجمهور مثلا وكده، كانت كلها حاجات بسمعها، بس لما عشتها بقى اتاكدت انها اتاكدت فعلا ان الكلام ده مش مجرد كلام. لا لا، يعني فعلا فكره ان الاهلي كيان لوحده ومنظومه لوحدها ده فعلا حقيقي، يعني ده عشناه بقى. انت عارفه انا لما انضميت للاهلي وكنت بقعد مع فريق السله وكنا بنلعب مباريات وبتاع، واول سنه ليا قلت لهم يا جماعه بجد، يعني قلت اللعيبه كان جمال وابو خضره وكانوا لعيبه وكان الغنام، فكنا بقعد مع لهم يا جماعه انا جاي يعني بقول لكم المفروض النادي الاهلي ما يخسرش بطوله، باللي انا شايفه ده ايوه بالسيستم بالمنظومه بالحاجات دي كلها، انا شايف النادي الاهلي ما يعني ما يخسرش بطوله.